ده نص الخطاب اللي بعته السفير محمد القوني للدكتور محمود حافظ يا صلاح. كان حاضر حفلة مع دلاي ستيفنسون مندوب أمريكا في الأمم المتحدة، وكان حاضر اللورد هارلي قنصل بريطانيا، وكان بيتكلم عن موقف جونسون واللي بيحصل في الشرق الأوسط. واللورد هارلي قال قصاد سفراء العالم كلهم ومنهم فرنسا إن جونسون مستعد يعتمد إسرائيل عشان تخنق علينا المنطقة، إنه مستعد يقدم لها كل الدعم اللازم عشان يحد من دول مصر. وهارلك ده استشهد بموقف 55 وتقرير السي اي اي اللي طلع عني، اللي كان بيقول ان اسرائيل مستعده توقفنا اذا امريكا ادتها السلاح المناسب. اسرائيل وقتها قالتها بمنتهى الوضوح والصراحه: Give us the tools and we will finish the job. ايوه يا ريس، انا فاكر التقرير ده كويس، وفاكر كمان الامريكان قالوا ايه عليك. الحل الوحيد للقضاء على عبد الناصر اما الاغتيال او هزيمه ساحقه قدام اسرائيل. عشان كده يا صلاح احنا لازم نفتح عينينا كويس، وخصوصا بعد خروتشوف. انا بصراحه ما اضمنش بريجينيف، على الاقل لما اشوف السلاح هنا في مصر وفي ايد الجيش. لو سيادتك قلقان من موضوع الاغتيالات، اغتيالات ايه يا صلاح؟ الاعمار بيد الله. بعدين انا واثق فيك وبالمجموعه اللي معاك لاقصى حد، انما اللي قصدته ان احنا لازم نفتح عينينا على تحركات اسرائيل. ممكن في الظروف دي كلها انهم ياخدوا المبادره ويعملوا هجوم اهوج عشان بس يثبتوا لجونسون ان هم قد المهمه. انا هكثف اتصالاتنا بكل العملاء بره مصر وحتى اللي موجود منهم في تل ابيب. اي معلومه مش هتغيب عن عينينا حتى ولو كانت صغيره. لازم يا صلاح، لازم. الايام الجايه ما فيهاش اي استقرار، وانا حاسس ان المنطقه دي كلها بتعيش هدوء ما قبل العاصفه، واحنا لازم نكون مستعدين. ست هانم، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه الغيبة الطويلة دي؟ اديني جيت اهو. انا اكيد البيت نار. طبعا يا حبيبتي، كان بيضل من غيرك قوي. وحشتيني وحشتيني، وانت كمان يا ماما وحشتيني، ونجيبة وبابا وحشتيني، امونة وحشتيني. حبيبتي امال فين حسين يا حبيبتي؟ راح القيادة هيجي يتغدى معانا. طيب جميل. امال بابا فين؟ بابا في موسكو. يا خساره، كنت عاوزه اسلم عليه. اتصل وقال انه جاي الليله. بجد؟ لازم استنيه. طبعا، ونتعشى سوا ان شاء الله. يلا يا بنات. استني، تعالي اقعدي معايا شويه. هطلع 10 دقايق، نسيت حاجات فوق هنقلها. بس بنت والله 10 دقايق مش هتاخر. وحشتني قوي. ياه، الاوضه وحشتني قوي، وسريري وكل حته فيها. وبابا كمان وحشني قوي. احكي لي، هو عامل ايه؟ صحته عامله ايه؟ بياكل كويس؟ ممكن تسيبك من كل الكلام ده وتحكي لي؟ احكي لك ايه عيب؟ حبيبي يا بابا، وحشتني قوي. فهمتهم اللي احنا بقالنا 9 سنين في مناهده مع خروتشوف لغايه ما وصلنا للاتفاقات. المشكله بقى يا سيدي ان القياده الجديده مش معترفه بكلامه خالص. ده بهدلوه اخر بهدله يا جمال. بيتكلموا ان فتره الحكم كلها مجرد اخطاء، كل القرارات اللي خدها ملغيه. قلت لهم لا، احنا ما تعملناش اتفاقات مع خروتشوف لوحده، احنا عملنا اتفاق مع الاتحاد السوفيتي. مالك يا جمال؟ انت مش مبسوط ولا ايه؟ لا لا ابدا، بالعكس. بس كلامك حسسني بشيء غريب. خوف بيجيلي احيانا وبفكر فيه. خوف من ايه؟ كفرنا الشر. انت شفت خروتشوف يا حكيم في ايامه، وازاي كان الكل بيشيد بيه وبسياساته وبقوته، ودلوقتي القياده الجديده عاوزه تمسح تاريخ الراجل كله بكل سهوله. ترى ممكن يجي يوم يحصل معانا نفس الشيء. كلام ايه ده يا جمال؟ احنا صنعنا ثوره، مش مجرد قياده ولا امتداد لحزب ولا تيار. ايوه يا حكيم، بس التاريخ ما بيرحمش اللي بيغلط، عشان كده احنا لازم ناخد بالنا. واحده واحده عليا يا ريس. ناخد بالنا من ايه بالظبط؟ من نفسنا قبل كل حاجه. لازم نراعي موقفنا قصاد الناس، ان احنا مسؤولين عن الشعب. لازم نراعي ان احنا في النهايه ممكن نبقى ورقه في كتاب التاريخ. عشان كده احنا لازم نتصرف بمسؤوليه. الحمد لله يا جمال، كل واحد فينا قد المسؤوليه والمنصب، وبنراعي ربنا وبنراعي مصلحه الوطن. هو ده يا حكيم. المهم بالنسبه لنا ان الزياره لموسكو كانت ناجحه والحمد لله، وانهم ادوا لك السلاح اللي احنا عاوزينه. طبعا يا جمال،
قدها ودود. شنت قوات العدو الجوية الإسرائيلية غارات متتالية على الحدود السورية ودارت معركة جوية قوية أصابت من خلالها مواقع على الحدود السورية. الغارة اللي عملتها إسرائيل على حدود سوريا دي مؤشر البداية يا إخوانا. كلنا عارفين إن كل يوم بيعدي هو يوم استعداد لمواجهة كلنا عارفين إنها حتمية. أنا اللي قلقني إن مذكرات الاحتجاج اللي اتقدمت لمجلس الأمن بعد اللي حصل في سوريا محدش بص فيها حتى. مذكرات الاحتجاج دي يا أنور كلنا عارفين ديتها إيه، وديك شايف اللي بيحصل في الكونغو، تكرار اللي حصل أيام لومومبا، وزعلوا قوي في الأمم المتحدة لما احتجينا على هامرشيلد وقتها. وادي الكونغو بيتقسم تاني، والبلجيك والأمريكان معاهم بيدعموا إقليم كاتانجا اللي بسبب لومومبا مات عيني عينك قصاد العالم كله. ولا نفع مذكرات احتجاج ولا مجلس أمن. هم الأمريكان لما عاوزين يقلبوا الترابيزة على حد هيجيبوا العالم كله يقف صفهم، بس احنا مش هنسمح لهم بده. تسمح لي يا ريس، اللي حصل في سوريا ده نتيجة المؤتمرات القمة اللي حصلت في مصر، ده غير تصريحات أمين حافظ الاستفزازية لإسرائيل. يعني ايه يا حكيم؟ نوقف النقاشات والاجتماعات العربية؟ احنا محتاجين للوحدة كمصدر للقوة وضغط على إسرائيل. ما أنا لسه قايل احنا مش لازم نسمح للأمريكان يسيطروا. الكلام ده يا جمال لو اللي احنا بنتحد معاهم دول شايفين نفس المنطق اللي انت شايفه، اما احنا في وادي وهم في وادي تاني خالص. ما احنا عشان كده بنعمل المؤتمرات عشان يحصل تقارب ما بيننا، واحنا اللي لازم دايما ناخد المبادره يا حكيم. المبادره دي يا جمال ساعه الجد هيبقى احنا اللي في وش المدفع، وانت عارف اللي انا عايز اواجه اسرائيل وانتصر عليهم. انت اللي مصر يا جمال اللي احنا عشان نواجه العدو لازم نلم اللي حوالينا ونوزع كل مجهودنا عليهم، وانا شايف ان ده فوق طاقتنا. بس انت كده بتعيد كلام امين الحافظ اللي انت معترض عليه. احنا هنواجه اسرائيل لوحدينا؟ خلاص يا ريس، احنا نستمر باتصالنا مع السوفييت ونشدد عليهم في اتفاقيه السلاح، لان من الواضح ان امريكا هتدعم تسليح اسرائيل بشكل فج قصاد العالم كله. اسرائيل دلوقتي يا ريس غير اسرائيل 56، وده الوقت المناسب ان احنا نقوي تعاوننا مع السوفييت نكايه في الامريكان. السلاح مش هو المشكله دلوقتي يا زكريا، احنا يا ريس اقتصادنا بعافي، اتفاقيه القمح ما جددناهاش مع الامريكان، وواضح انهم بيمطلوا دلوقتي في تجديدها، ودي وسيلة من وسائل الضغط علينا. أنا شايف إننا نرتب أولوياتنا. إحنا نأمن روحنا جوا البلد الأول، ثانياً نشوف موقف التسليح والسوفييت، بعدها نقدر نقرر هنعمل إيه مع إسرائيل. بس الكلام ده كله يا أخوانا محتاج وقت، عشان كده أنا حكيم مصر على رأيي إحنا مش هنقدر نشتغل لوحدينا. عشان ننتصر إحنا محتاجين لكل إيد حوالينا تتحد معانا. اللي تشوفه يا جمال. انت متأكد من الكلام ده يا صلاح؟ طبعا يا ريس، للأسف متأكد. الخبر الطبيعي هينزل في شكل ان ألمانيا الغربية وافقت على إرسال المساعدات العسكرية لإسرائيل، ده طبقا لاتفاقية التعويضات على اللي اليهود شافوه أيام هتلر. بس الحقيقة طبعا ان جونسون هو اللي ضغط على بون علشان ألمانيا تقدم المساعدات العسكرية دي لإسرائيل. ده رئيس ماليفي أشكول زار جونسون في البيت الأبيض، كان ناقص إن جونسون يعمل له أوضة عنده في المكان، هدايا ومزيكا. لا والأدهى إن جونسون قام يرقص مع مرات ليفي أشكول بنفسه. طب طبيعي لما ليفي أشكول يقول له أنا عاوز سلاح يضمن لي التفوق 3-1 على مصر هيتصرف ويديله، والأدهى إن المرة دي مش من جيبه، من جيب الألمان. طب يا صلاح، أنا عاوز تجمعوا لي معلومات عن نوعية السلاح اللي الألمان هيدوهولهم. اديني سيادتك بس شوية وقت وأنا هوصل لها. عظيم. بس يا بيه، قمت ماسك العسكري قلت له أنت يا ابني واقف بتدخن، أنت مش عارف إنك لما تقف جنب الطيارة التانك ممكن يفرقع؟ الواد يعني اتخض واتلخبط واتكهرب ومبقاش عارف يعمل إيه، كان حرمي السيجارة في الأرض. قلت له خد تعالى هنا، الأرض فيها بنزين ممكن يولع المكان. كان هياكل السيجارة، بس لحقته في آخر لحظة. بالراحة عليهم شوية يا حسين. راحة على مين يا ست الكل؟ دي ناس عايزه شد وربط. انت فاكر يا بيه الكليه كانت عامله ازاي يا بيه؟ انا اسف، انا سرحت منكم شويه. ولا يهمك يا عم. عامله ايه يا امال؟ الحمد لله بخير،
مبروك، انا سمعت ان هدى راحت الاهرام. اه هي بتشتغل في الصفحه الاقتصاديه دلوقتي. بجد اكيد هي مبسوطه، طول عمرها بتحب القرايه وخصوصا في الاقتصاد. الو، طب حوله لي. خير يا زكريا، في ايه؟ ايه؟ طب سيطر على الوضع فورا. خير يا بيه، في ايه؟ الجماعه بتوع جاليه الكونغو مهاجمين سفاره امريكا، واحنا ناقصين مشاكل ومع الامريكان. على اذنكم، معلش يا امال يا حبيبتي، حابه اقعد معاكي انت وحسين في وقت تاني. اتفضل يا عم. طيب معلش، البيت بيتكم، انا راجعه لكم تاني هطمن عليه بس وقتها. اتفضلي. اقعدي اقعدي. مش هتروح تطمن عليه طيب؟ اه بس نروح تاني. قوات البدر قدرت انها تتحصن في جبل رازع، وده مرتفع صخري في شمال غرب اليمن. وفي مجموعه وصلت قرب 20 كيلو متر من شمال شرق صنعاء. والواضح عندنا انهم في حاله استعداد قتالي. المطلوب منك ان في قوه من عندنا توقف التحركات دي فورا. اهم حاجه دلوقتي ان المدن اللي احنا فرضنا سيطرتنا عليها مش عايز مخلوق يوصل لها يا فوزي. لا المدن ولا الطرق المؤديه للقبائل اللي حواليها. مفهوم؟ مفهوم سيادتك. احنا بنستعد لهجوم مضاد في شمال شرق صنعاء. وبالنسبه لموقف القتال في الجبال وفي غرب اليمن، فاحنا بنعيد الجسر الجوي فوق المنطقه. عشان نشن بيه هجوم مضاد ومفاجئ، نمنع بيه قوات البدر من التواصل مع بعض. على الاقل نشتتهم في الكوف هناك. بس في مشكله عندنا. مشكله ايه يا فوزي؟ الاتصالات في المنطقه دي هتكون صعبه. ممكن تمنعنا من متابعه المهام اول باول. نافذ الامر فورا يا سياده الفريق. أنا كل ثقة في القوات الموجودة هناك وفي رجالتي. وفيك يا فوزي. أمر سيادة. كوسيجن يا ريس شكله كده حبة حكيم مرتاح له. التقرير بيتفق مع المعلومات اللي عندنا وتفاصيل الأسلحة اللي بقت متاحة. بالمناسبة أنا قابلت السفير الألماني ووجهت له احتجاج رسمي. طبعًا هو ما عرفش يبرر أي حاجة. كل اللي قاله إنه كان عليهم ضغوط خارجية. هل يعني احنا ما نعرفش؟ بس الضغط يا ريس مش بس على الالمان، الضغط كمان وصل لشاه ايران. ايران يا ريس بتدفع فلوس في اليمن لانصار البدر واللي معاه، والمعارك شكلها الفتره اللي جايه هتزيد ضدنا في اليمن. صباح الخير يا علي. صباح النور يا فندم. في ضيف في مكتب سيادتك يا فندم. ضيف مين يا علي؟ افتكر انها مفاجاه لسيادتك. انت عارف ما بحبش المفاجآت. اهلا، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ازيك يا مال؟ الحمد لله يا بابا. مفاجأة جميلة. مش عارفة اشوفك في البيت ووحشتني، قلت بقى اجي اشوفك هنا. وانت اكتر يا حبيبتي، ازيك وازي حسين؟ ما جاش معاك ليه؟ معلش يا بابا مشغول قوي والله، بس والله كان نفسه يشوفك. هو كمان وحشني قوي. المهم اخباره ايه معاكي؟ هو يا بنتي يكون مزعلك؟ ابدا يا بابا بالعكس، حسين طيب قوي وحنين، بس اكيد مش زيك. انا كمان احب الولد ده، ابن اصول. الله يكون في عمره، مشاغله كتير قوي يا بابا. احنا نتغدى مع بعض، اكيد ما تغدديش. لا والله يا بابا مش هينفع، انا قلت بس اجي اشوفك واقعد معاك شويه. تقعدي معايا شويه ده ايه؟ انت هتقعدي معايا كتير، احنا عايزين نتكلم ونتونس ببعض. ده انت وحشاني قوي يا امال. وانت كمان يا بابا. هو انا بصراحه يا بابا كنت جاي اقول لك على خبر. خير يا حبيبتي؟ انا مش عارفه اقول لك ازاي، بس هو انا ما كنتش عاوزه اقول لك دلوقتي، بس انت بالذات مش هينفع اخبي عليك. في ايه يا امال؟ مبروك يا بابا، هتبقى جد. جد ازاي؟ ايه هو اللي ازاي يا بابا؟ هتبقى جد. جد ويتقال لي جده؟ ايه يا بابا، خايف تكبر ولا ايه؟ ما تخافش، هتفضل كده زي ما انت وهتفضل جد برضه. ان طعمها حلو. الف مبروك يا امال. الف مبروك. كبرت يا امال. ارتاح ارتاح، انت ضروري ترتاح وتتغذي كويس. يعني ايه ما تتغديش؟ انت لازم تتغدي مرتين كمان. مرتين كده يا بابا هاخد على الدلع، وحسين بقى مشغول زي حضرتك بالظبط. هو بمزاجه ده بالامر، ده انا حاكمه. لا بالراحه عليه شويه، هيبقى بابا بقى. الف مبروك يا امال. رب في عزك يا بابا. فكرتيني بامك لما قالت لي ان هي حامل فيكي.
برضه كنت بتلخبط خالص. البدر يا ريس عاوز ينتهز فرصة الانشقاق اللي بيحصل في حكومة السلال ويعلن الحكومة بنفسه من قلب الجبل اللي هو مستخبي فيه. وطبعا الكلام ده مش هيتم وهو عارف، هو بس بيحاول يأثر على الرأي العام ويكسب وقت هو والجماعة اللي مستخبين معاه في الجبل. عارفين ده سببه ايه؟ ان احنا وافقنا على السلال من الاول. يا ريس ما هو اللي فرض نفسه على الصورة والجيش كان تحت ايده. جيش؟ جيش ايه؟ هو في جيش للجمهورية في اليمن غير جيشنا انور؟ احنا وافقنا عليه بس عشان بتوع الثورة في اليمن هم اللي اختاروه. بس انا كان رأيي من اول الراجل ده هيطمع في المنصب وفي السلطة وهيقف ضدهم. قالوا ازاي؟ ده هو البطل، هو اللي وقف قصاد الامام وابنه البدر. مش كده يا انور؟ احنا نقدر نضغط على السلال تاني انه يتحاور معاه. انا عاوز رئيس الحكومة بتاعهم يجي لي هنا. انا هتكلم مع حكومة بتمثل الشعب، يعني المفترض. احنا ما قدمناش التضحيات دي كلها عشان اليمن يبقى جمهورية وفي الاخر ينشقوا عن بعض. انا رأيي اننا نستغل الموقف الحالي والعلاقات اللي بيننا وبين الملك فيصل ونبدأ نجدد التفاوض في حين ان المعارك دايرة وحكيم بيدير الموقف العسكري. كده نبقى بنتحرك من كل الجهات. اليمن بقت حملة تقيل يا اخوانا، واحنا لازم نخفه من على ظهرنا. خلاص انا هتصل بالملك فيصل وهقابله. ولو طلب ان احنا ننسحب من اليمن يا جمال، احنا عندنا 2000 ضابط وعسكري استشهدوا عشان نحرر اليمن. دم الناس دي هتبقى في رقبه مين؟ وانا مش هوافق على اي حاجه الا بشروطي. انا مش هفرط في دم اي عسكري او ضابط مصري استشهد في اي مكان في الدنيا. انما انت برضو يا حكيم لازم تفهم ان الامريكان بيضغطوا علينا من كل ناحيه، من اول لمح اللي مش راضين يجددوا اتفاقه معانا لحد ايران في اليمن، ده طبعا مرورا باسرائيل ودعمهم اللامتناهي ليها. احنا حربنا الجايه مش في اليمن ولا في اي مكان، احنا حربنا الجايه مع اسرائيل. Mr. President, it's an honor that I deliver you President Johnson's message myself. Mr. Battle, I can't accept what President Johnson has highlighted in his second letter. I can smell a tone of threat in it. There is no threat of whatsoever, Mr. President. Maybe you are familiar with the late President Kennedy's form of letters. It's not only a matter of forms, Mr. Battle. We have as well to take into consideration the ambiguous political changes taking place in our region, especially those related to the Israeli-American cooperation. The President assured that we are not biased to any of our friends in the region. And I'm sure you already know how much the Egyptian friendship is valued. The value of friendship determined by actions, Mr. Battle, and response in time of distress. And unfortunately, this letter gives me only a very narrow window of mutual understanding and trust. I'm very sad to hear that this is your point of view, Mr. President. How would you then justify your approach to a very sensitive issue, such as the Jordanian River and the Israeli nuclear program? Don't you think that justifies my views? Mr. President, on the other hand, we all know that you have very strong agreements and eventually military agreements with the Soviet Union. It's extremely unfair to compare between conventional weapons and the nuclear artillery Israel is striving to have. Mr. President, I assure you myself that the Israeli nuclear program is safe and everything regarding our aid to Israel is going to be announced publicly for the whole world to see. Mr. President, we are trying to initiate peace and we are stretching our hands to yours to solve the Arab-Israeli conflict. And we know you could help us. الأمريكان بيستخدموا أسلوب المراوغة يا هيكل، قصاد الدنيا كلها بيقدموا معطيات معينة ومن تحت الترابيزة بيمارسوا سياستهم بكل بجاحة وفاكرين إن إحنا مش عارفين. أنا قلت الباتل أحسن حاجة في جواب جونسون إنه بعد جواب. أنا مش بهزر، أنا كنت بقصد كده. كتري ما كنت شايف إن الوضع سيء وإن سياسة جونسون منحازة كنتش مستني منه اي تواصل، ولا انا كان عندي اي استعداد للتواصل معاه. بس دلوقتي على الاقل وجود ارضيه مشتركه للحوار خطوه ايجابيه. الغريب يا ريس اصرارهم الشديد على ان موقفهم محايد تجاه اسرائيل وبقيه دول المنطقه، مع ان كل المعطيات اللي قدامنا واللي هم عارفين ان احنا عارفينها بتقول عكس الكلام ده.
أنا هيكل عندي معلومات أكيدة وموثقة إنه في قوة داخل الإدارة الأمريكية بتدعم إسرائيل، تقدر تسميها حكومة ظل، بتسهل لإسرائيل المساعدات والمعدات وتحديدا المتعلقة بالبرنامج النووي. على رأس القوة دي وكيل المخابرات الأمريكية، وطبعا بيشتغلوا بعلم جونسون. طبعا أكيد، زي ما أنت شايف المواجهة على كل الجبهات، تسليح لإسرائيل والمخابرات بتدعم أنصار البدر في اليمن. عرفت دلوقتي ليه أنا الآن؟ بس موقفهم من اتفاقية القمح زي ما هو يا ريس، حتى دي عاوزين يخلوها كل سنة بسنتها، وحتى الباقي من اتفاقية 61 لسه معلق، وما ظنش إن 37 مليون طن هيوافقوا عليها من غير ضغوط. أنا كده فهمت قصدك يا ريس، إن الفايدة الوحيدة من جواب جونسون إنه بعد جواب، مش كده؟ معلش يا سامي، أنا آسفة، أنا عارفة إنك حاولتي تتصلي بيا كتير، ماما قالت لي. معلش أنا أصلي كنت مسافرة برا شوية. لا لا أبداً، أنا بس يعني ماليش مزاج أشتغل، مفيش سيناريو بيجيلي بيحمسني إن أنا أنزل أعمله. لا طبعاً مش هقفل على نفسي ولا حاجة. بصي أنتي اتصلي برشدي واتفقي معاه واحنا هننزل ان شاء الله سوا باذن الله. انا قاعده في بيتي الجديد، هبقى اديكي العنوان. يلا مع السلامه حبيبتي. انا طبعا ولا هديها العنوان ولا حاجه، بس كان لازم ارد عليها عشان ما احرجهاش، وبعدين ماما ما بقتش عارفه تقول لاصحابي ايه. انا ما منعتكيش من الخروج او انت تشوف اصحابك. انا بوفر عليك اسئله هتجيب اسئله تانية، وبعدين يعني لو خرجت كتير الاسئله هتكتر والكلام هيكتر، وانت عارف احنا في بلد السر فيها ما بيستخباش. ابتدينا. هو انا مش قلت لك الموضوع ده هينتهي؟ لازمته هو الكلام اللي بتقوليه، وانت عارفه كويس ان انا ما بحبش الاسلوب ده. اسلوب ايه؟ انا ما عنديش اسلوب ولا حاجه، بالعكس انا قلت لك انه مش فارق معايا واني اتعودت على كده. انت اللي اصريت وقلت انا ما بخافش من حد ومحدش يقدر يهددني. انا ما بتهددش يا برلندي. طب انت بتزعق لي انا ليه؟ مش انا اللي بهددك، انت عارف كويس قوي مين اللي بيهددك. انت اللي مش عارف حاجه، الكل واقف ضدنا وفي اي لحظه ممكن الحرب تقوم، وانت اللي شغلك بس اللي انت عايز تخرجي مع اصحابك. ما ترد عليا، هو ده اللي شغلك ولا في حاجه تانيه؟ انت لو فاكر ان هو ده بس اللي شاغلني، يبقى انا اسفه اقول لك ان رغم كل السنين اللي عشناها مع بعض انت ما عرفتنيش احكي. بلندي، 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 افتح الباب، افتح الباب لخساره وكسر البيت اللي فيه. يا ست المشير انا عايزه اقول لك بس حضرتك امشي من هنا، امشي دلوقتي. ازاي تقفل الباب على نفسك؟ ازاي؟ انا فتحت لك الباب لسبب واحد بس يا ست المشير، عشان سيادتك ما تعليش صوتك اكتر من كده والدنيا كلها تتلم علينا، وساعتها هتبقى في مشكله بجد، والبلد مش حمل مشاكل، العالم كله واقف ضدنا، والحرب ممكن تقوم في اي لحظه. ايه ده يا علي؟ الكلام ده حصل امتى؟ من حوالي شهر يا ريس. الوظائف دي كانت خاليه في بعض الوزارات، واللي عرفته انه تم السؤال عنها وتعيين الضباط اللي اسمائهم مع حضرتك فيها. بعلم المشير؟ الحقيقه امضه المشير مش على الورق، لكن الطلب خرج من مكتبه. طب انا هشوف الموضوع ده. تحب سيادتك اوقف عمل الاسماء دي؟ لا ما توقفش حد عن شغله، انما شدد ونبه على كل الوزارات ان التعيينات تيجي من خلالك انت شخصيا ومن مكتبك. مفهوم؟ بس يا ريس هكرر كلامي يعني لو سمحت. مفهوم يا ريس، بعد اذنك. اتفضل. السفير الروسي على وصول يا فندم.
هقابله في الاجتماعات. يا فهيم. تحت امرك يا ريس. عاوزك تشوف لي كل الناس بتشتغل في مكتب المشير عبد الحكيم عامر، وتعمل لي قائمه باسمائهم. في حاجه محدده يا فندم؟ لا لا مفيش حاجه، اجراء روتيني مش اكتر. تحت امرك يا ريس. انا هراجع الموضوع وحضر لسيادتك التقرير. اتفضل. دي اخبار هايله يا جمال. شفت؟ شفت الامريكان في الاخر طلعوا جبنه ازاي؟ لا جبنه ولا حاجه، بس بعد ما حسوا ان موقفهم هيبقى وحش بعد الحركه اللي عملوها السوفييت معانا، افرجوا عن ال 37 مليون دولار اللي لينا بتوع القمح، بس في نفس الوقت ما جددوش الاتفاقيه. ولا اهو خدنا حقنا. وليه بالطريقه دي؟ ليه بعد الاخد والرد ده كله؟ ده حقنا اصلا. ايوه بقى يا جمال، انت كده عايز تقلق روحك وخلاص. قالي روحي ولي روح ليه؟ إنما لازم نفكر بشكل منطقي عشان نعرف الأيام الجاية دي فيها إيه. هو بصراحة يا جمال، أنا كل ما بقعد معاك وبسمع اللي بيعمله جونسون ضدنا في المنطقة ومع إسرائيل في اليمن، أنا ما بعرفش أنام. أنا اللي بعرف أنام. طب وبعدين؟ ناوي على إيه؟ إحنا في الزيارة الجاية للاتحاد السوفيتي، لو قدرنا نتمم اتفاقية السلاح زي ما كان طالبها حكيم، هنبقى كده جاهزين عشان ندرس معركتنا الجاية مع إسرائيل. سيادة المشير عبد الحكيم عامر يا فندم. خليه يتفضل. صباح الخير يا جمال. صباح الخير يا حكيم، عامل إيه؟ إزيك يا زكريا؟ إزيك يا حكيم، عامل إيه؟ اتفضل. الحمد لله. خير يا إخوانا؟ في حاجة ولا إيه؟ يا حكيم، أنا عندي طلب ليك. أهو زكريا موجود عشان يبقى شاهد على الحديث. أنت تؤمر يا جمال. أنا عاوزك يا حكيم تعمل تغييرات في مكتبك، وبالأخص السكرتارية. ولو الموضوع وصل لشمس بدران يبقى كده أفضل. كلام إيه ده يا جمال؟ أنا عمري ما اتدخلت في تغيير مكتب حد، ولا في تغيير سكرتارية حد. لا تدخلت يا حكيم. موضوع التعيينات الأخيرة وصلني، وأنا عرفت إن مكتبك هو اللي عمل الموضوع ده. ما فيهاش حاجة يا حكيم، الناس في مكتبك شغالة بقالها سنين طويلة، ده حتى يعني من باب التغيير يا أخي. أنا ما أقدرش أستغنى عن شمس. إلا شمس يا زكريا. أنا ممكن أعفيه من منصبه وأشغله في منصب أحسن كمان. بس أما أشيل من القيادة كده؟ مستحيل، مستحيل يا جمال. الله، أنت متمسك بشمس كده ليه يا حكيم؟ كل الناس عارفة إن موضوع التعيينات ده هو اللي عامله بنفسه، مش أي حد تاني في مكتبك على وجه الخصوص. لأنه صاحبي يا زكريا، وانت اكتر واحد عارف هو قريب مني قد ايه. همشيه ازاي؟ وبعدين انا بنفسي قلت ان موضوع التعيينات والتغيير في التعيينات مش هيحصل تاني. انا بنفسي قلت. وحصل يا حكيم. خلاص يا جمال، انا هتصرف، بس مش هيمشي نهائي، والمكتب كله هيتغير. مش هو الطلب اللي انت طلبته يا سيادة الرئيس؟ ايوه، وده المطلوب يا سياده المشير. انا اللي يقلقني يا حكيم هو توسع العلاقه ما بين جونسون واسرائيل. صحيح السوفييت بيدونا دعم، بس الدعم اللي بيجيلنا من عندهم ما يجيش قصاد الدعم اللي التقارير بتقول ان جونسون هيجي لإسرائيل. انت معايا يا حكيم؟ اه طبعا معاك يا جمال. مالك يا حكيم؟ في حاجة؟ في يا جمال. في خير؟ أنا اتجوزت برلنت عبد الحميد.
وعايز اطمنك، هي بطلت شغل وتمثيل، بقت ست بيت عاديه زي اي ست. انت اخويا يا جمال، وانا متاكد ان انت هتفرح لي، خصوصا بعد ما لقيت ست بتحبني. انا كمان بحبها يا جمال. بحبها؟